يعني احنا كنا قاعدين بنفتكر قبل ما نطلع انا وانت ايوه اللي انا شفته في انتخابات الفاكر ايوه انتخابات بورسعيد 2000 طبعا انا كنت مع حضرتك هناك وجينا يعني كانت الصناديق بتترمي في حته ونروح نلاقي صناديق تانية يعني ده كان بيحصل صندوق <applause> انت تنتخب وتتعب عليه طول اليوم وبعدين تروح هناك تلاقي صندوق تاني ما شفتوش قبل كده وصل يقول لك الصندوق الصناديق وصلت يا باشا بدا بدا الان غلق آه الصناديق الانتخابيه خدوا بال حضراتكم مره اخرى اللي بيحصل هي محاضر غلق يتاكد السيد القاضي رقم واحد انه لا يوجد اي ناخب ينتظر الادلاء بصوته في المجمع الانتخابي في لجنته فيقرر سياده القاضي بدء اجراءات اغلاق الصندوق الانتخابي يتم عمل محضر يتم عد الاصوات وحصرها والتأكد من وجود بقية وعد بقية أوراق الاقتراع التي لم يتم استخدامها وتتحط في ظرف وتتشمع بعددها وتوثق في المحضر ثم يبدأ القاضي في تشميع الصندوق ويبدأ في أنه هو يحضره لتبدأ عملية نقله ويحتفظ السيد القاضي والمسؤولين بالمستندات الخاصة بالإدلاء بهذه اللجنة وهي المستندات التي لم يتم استخدامها بعد ويحتفظ بها لبكرة ويحت ويبدأ نقل الصندوق بعد إذن حضراتكم أهو شوف القاضي يبدأ يحط أهو هو الوحيد المنوط به والمكلف رسميا ان هو يقفل الصندوق ده ويتاكد من الاصوات اللي جواه وموجود جواه ايه ويبدا يصطحب الصندوق وادي الامن يدخل عشان يستلم من القاضي تدخل في غرفه مغلقه وهذه الغرفه المغلقه بيتم التحفظ عليها وتامينها وكل قاضي هيستلم صناديقه الصندوق اللي بيتم تشميعه ما ينفعش يتفتح غير بمحضر رسمي بحضور شهود. مظبوط. وهؤلاء الشهود لازم يكونوا يا إما في الفرز يا إما لو قرر القاضي استكمال الصندوق وإن يكون في انتخابات فلازم يكون واقف مواطن أو مندوب عن المرشح في الحضور علشان يتأكد إن الصندوق كان مقفول ويتم فتحه قدامه. ويكتب رقم بطاقته رقم صورته هذه هي الاجراءات القانونيه انا معلش بنشرحها انا لا وانت أزر. انا وانت متمرمطين فيها جامد واخد بالك ونظام يطلع بره دلوقتي عشان نخلص الصندوق ده ياما إيه طلعنا بره والله <applause> بس النهارده متاح انه مناديب المرشحين يبقوا موجودين كمان محضر الفرز على مش فرز الاصوات في الصندوق بس في العدد اللي, اللي مضى أوه. وقع بيحسب يوميا كم واحد طبعا ويعمل كم ورقه, قدام؟ بيعمل كم ورقه كم يبلغ. ورقه دخلت الصندوق وكم ورقه فاضيه ويبلغ كل ده بيوقف وبينهي تماما اي تزوير او تزييف ما هو في تزييف غير التزوير لكن طبعاً. ده بيوقف الاثنين انه في اجراءات يوميه بتتعمل حتى حصر كم واحد صوت النهارده ومضى ويتقفل ويتعمل ويتعد كام ورقه ناقصه ده بيتعدوا بالورقه لان هو مستلمهم برضو بالورقة. بمقدر بالورقه طبعا فكل الاجراءات دي والحركة طبعا قلته انه بيتشمع ويروح هناك على مكان بقى يحفظ فيه وبيبات عليه الناس بتوع الامن بيحرسوه بالسلاح عشان تامين اصوات الناس في الصناديق وارادتهم لانها شيء مهم انت عارف حضرتك الحركه الاجراءات اللطيفه اللي انت قلتها دي بتأمن إرادة المصريين، أنت متخيل قد إيه الصناديق دي فيها عمق، دي إرادة الناس، إرادة البلد، البلد عايزة إيه؟ عايزة تمشي في أنهي مسار؟ عايزة أنهي واحد؟ عايزة مين يحكمها؟ عايزة تمشي في أنهي اتجاه؟ يعني مسألة <applause> فعلاً <أقولها> كبيرة <applause>